الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا من خلال هذا اليوم لظلال الأصيل. دعونا سويا نمشي هذا المشوار ونتفيأ ظلال الأصيل هذا اليوم من خلال مجموعة من الفقرات والقضايا والضيوف الأعزاء اللي حيكونوا موجودين معنا. خلونا نحييكم ونمسي عليكم من خلال أمسية جديدة وكثير من المساحات اللي حتكون بيننا وبينكم. خلونا نحيي تحية الصمود والثبات لكل المواطنين، لكل الشعب السوداني، لكل الهوية السودانية في كل مكان. تحية الثبات والصمود، تحية رحلة الكفاح الوطني الطويلة اللي اتخذها الشعب السوداني منذ أمد بعيد وحتى الآن لا زال ثابت على هذه القضية. تحية لي الكبار والصغار والشيب والشباب، لكل من كان له يد من خلال الوطنية الفذة اللي احنا بننعم بها. خلونا مع بعض نقول نحن جند الله جند الوطن، إن دعا داعي الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن. وأكيد أكيد هي قضية نحملها سويا نحن وأنتم وكل متابعينا من خلال شاشة قناة الشروق الفضائية، ولكل من طبعت في جوازه وفي هويته سودانويته. احنا مع بعض حنمشي لرحلة طويلة من خلال ما تم توقيعه لهذا اليوم، ومن خلال مساحات أخرى وقضايا أخرى للساحة الفنية السودانية وللفن السوداني على وجه الخصوص. وخلينا نقول إنه القضايا اللي عندها علاقة بالفن السوداني قضايا كثيرة، واللي عندها علاقة بالصحافة وبلاط صاحبة الجلالة برضو لها كثير من المحاور والمحطات اللي حنتناقش فيها سويا. خلونا مع بعض نبدأ بتعريف ضيوفنا الأكارم. أستاذ خالد الإمام، الشاعر والملحن والفنان، وأيضا مع مفاهيم مختلفة وكثيرة للتنمية البشرية. أهلا وسهلا بك. مساء السعادة والخير والبركات على الشعب السوداني الأصيل وظلال الأصيل، وهذه الأصالة التي تمتد من شمال السودان إلى جنوب السودان وشرق السودان وغرب السودان وسط السودان. التحية للشعب السوداني على مختلف مراحله التاريخية ورموزه التاريخية، وما قدموا من تضحيات كبيرة، وما قدموا من تجارب عالمية كبيرة جدا يجب أنه الناس على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم يتم تدريسه بشكل جيد. هذا الشعب شعب راقي، شعب فريد من نوعه. أستاذة لك تحية أستاذ خالد إمام، ويمتد الترحاب بالأستاذ الصحفي محمد إبراهيم الحاج. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والناقد الفني. مرحب بك. مرحب بك يا أمل، مرحب بكل المتابعين لقناة الشروق، ونبارك عودة مجددا لتحتل المكانة في الفضاء السوداني بصرامة المهنية إن شاء الله. التحية لك. خلونا نبدأ بما تم توقيعه من اتفاق إطاري ورأي محايد. خلينا بعيدا عن السياسة، في آراء مختلفة وفي مساحات أخرى متمددة قد تكون لها آراء تتفق أو تختلف. أهل الفن ماذا يقولون عن هذا الاتفاق؟ تحية مجددا لكل مبدعي السودان على امتداد الوطن الكبير، وأهل الفن هم جزء أساسي وأصيل من المجتمع السوداني ومكوناته المختلفة. ومن المؤكد أنه هذه المعاناة مرت على فترات تاريخية مختلفة، كان أهل الفن هم أصحاب الوجع زي ما بنقول نحن بالسوداني، وهم أكثر الناس تأثرا بما يدور حول المواقف الموجودة أو اللي بتتم على أرض الواقع. أي اتفاق مهما كان طبيعته أو شكله يجب أنه نستفيد من المرحلة، لأنه أعتقد أنه تمت تجارب في الماضي كثيرة جدا كان من شأنها أنها تعمل تغيير تاريخي عظيم جدا على مستوى كل المناحي الحياة، ولكن قد يبدو أنه نحن فوتنا كثير من الفرص وما استفدنا منها بشكل جيد. مؤكد أنه قبيلة المبدعين، أنا لا أعني الفنانين الموسيقيين بالتحديد، ولكن أعني المبدعين بلادي بكافة الأنشطة المتبعية، هم أكيد أكثر الناس قدرة على التعبير بشكل جيد، وهم أكثر الناس برضو مساهمة بشكل دائم. لأنه الآن لو لاحظتي كل مرحلة من المراحل التاريخية لما يتم فيها توقيع اتفاقيات أو غيره يكون هم الشريك الأساسي في التعبير عن المرحلة نفسها والتعبير عن المناسبة. لا تخلو مناسبة سياسية أو اقتصادية أو أيا كان نوعها من وجود واحد من المبدعين يستطيع أنه يؤدي العمل. وبالتالي أعتقد أنه قبيلة المبدعين في السودان الآن هي يجب عليها تفهم أنه عندها أدوار كبيرة جدا يجب أن تقوم بها في خلال الفترة المقبلة، بغض النظر عن أنه كيفية تتم الأشياء اتفاق إطاري أو أيا كان الاتفاق، ولكن هي مرحلة
مرت بجراحات عميقة جدا، أعتقد أنه تأثر بها الشعب السوداني بشكل عالي جدا، وبالتالي المبدع السوداني تأثر بها بشكل أيضا كبير. قبيلة المبدعين الآن عليها أدوار عظيمة. صحيح نحن مؤكد كل ما من شأنه أنه يعلي شأن الوطن، بالتأكيد نحن بنكون طرف أصيل فيه. جميل. قد تختلف أو تتفق، يعني الصحافة لها ما لها من مسارات شد وجذب في كثير من المواضيع أستاذ محمد إبراهيم، وقد يكون لها القدح المعلى في إنها هي تغير رأي الشارع من إيجابي لسلبي ومن سلبي لإيجابي، وقد تكون هي تحدد مسارات لقادة ولسياسيين ولمصير بلد بأكمله. ماذا تقول الصحافة ومحمد باعتبار أنه ناقد فني وصحفي في هذا ذات الموضوع على الاتفاق الإطاري؟ هو بداية يعني الصحافة والإعلام القوي هو اللي بيكون عنده القدرة على التأثير المباشر على مجريات الحياة، وده نحن بنشوفه يمكن باطلاعنا على التجارب الإنسانية من حولنا، سواء كان تجارب إقليمية أو دولية. لكن يمكن نحن لأنه الضعف في بنية الإعلام أو المؤسسات الإعلامية أو الصحفية أو غيرها، وارتهان ذاته وارتهان غالبية المؤسسات دي للسلطة الحاكمة، هو بيقلص أدواره إلى حد كبير جداً، وهي بخليها في كثير من الأوقات إنها تابعة. رغم أنا بقول الكلام ده وأنا زول صحفي، يعني كنت مررت يعني تجارب كثيرة جدا. يمكن الصحافة هي كانت منقاد، يعني كثير جدا من الأوقات الصحافة كانت منقادة سوى من بعض في بعض الأوقات أو بعض التجارب، لكن بالتأكيد الصحفيين السودانيين هم عندهم نزوع كبير جدا للحرية ونزوع كبير جدا إعلاء دور الصحافة، وبفتكر إنه هم عندهم نضالات كبيرة في الساحة السياسية والساحة ساحة التغيير الفاتت. بنتكلم مثلا عن ارتباط ما تم توقيعه من اتفاق إطاري وما بين الفنون. التوقيع الاتفاق الإطاري هو بالضرورة كان نتاج للثورة السودانية الكبيرة والعظيمة. الثورة هي كانت، أنا أفتكر إنها هي صنيعة فنية في المقام الأول، وإنه كل الأدبيات اللي كانت موجودة داخل الثورة السودانية هي كانت أدبيات فنية تم تناقلها من عرابي الثورة. أنا أفتكر إنه هم عرابين الثورة اللي هم ما موجودين، يعني هم تنبؤوا بالثورة منذ فترة طويلة جدا. أنا أتكلم عن الشاعر الكبير محجوب شريف، شاعر الشعب، محمد الحسن سالم حميد، وعن كل الـ يعني التنبؤات اللي هي وردت في أشعارهم والتي صادفت الواقع اللي بنعيشه الآن. أيوة، للغرابة إنه بتلقي الشعارات المرفوعة في الشارع والقصائد وغيرها اللي هي كانت ساهمت بقدر كبير جدا في تشكيل وعي الشباب الآن موجود في الشباب في الشارع، وهم هي أشعار حميت وأشعار محجوب شريف، وهم يعني رحلوا قبل فترة طويلة جدا قبل حتى تكوينهم. ده بيدلل على إنه التأثير القوي للشعر السوداني هو كان يعني كان عنده قدرة على التأثير. يعني أنت لما تمشي الشارع هتلقي من حقي أغني لشعبي، من حق الشعب عليا، لا بإيدك تمنع قلبي ولا قلبي كمان بإيديا. بتلقي القصائد بتاعت ست الدار ومصابيح السما التامنة ويا والدة لمحجوب لحميت ويا والدة يا مريم وغيره ومريم ومي لشاعر الشعب محجوب شريف، هي ساهمت بقدر كبير جدا في تشكيل وعي الثوار الآن، وهو بالتأكيد خدتهم في حتة إنه رفعت سقف مطالبهم بأنه تكون في عملية بتاع التغيير جذري في الحياة السياسية السودانية، وأنه ما في مساومة على الأشياء اللي تواضع عليها الثوار في كل الشارع. في الشارع الآن يمكن الاتفاق هو بالضرورة هو أهمل أو تجاوز. خلينا نقف عند الشعر، ده رأيك شنو؟
يعني من الهبوط من الصعود القوي خلينا نمشي للهبوط الناعم. للهبوط الناعم لشعرا وغناء وفنا وطربا وغيره. خلينا نسمع أغنية، رأيك شنو؟ نرجع مرة تانية نستكمل ما تبقى من الحوار. هو ما تم توقيعه هبوط ناعم، ممكن برضو نقطة. ما نحن عشان كده عاوزين نعمل هبوط ناعم. التحية لأهل الفن والإبداع في كل ضروب الثقافة والفنون والإبداع، سواء كانت صحافة أو فنان أو شاعر أو غيره. خلونا مع بعض نوجه اتهام لضيوفنا الكرام، إحنا داخلين هبوط قوي، ده ما هبوط ناعم، ده صعود قوي. كثير من المبادرات اللي كانت في الفترة الماضية يمكن حل الأزمة اللي كانت موجودة وتقديم حل سياسي قد يتوافق أو يرضي جميع الأطراف، بما أنه الفن هو رسالة سامية والإبداع بفن أو صحافة أو غير أو صحفيين، لماذا لم تقم هذه المبادرات ولماذا لم نسمع مبادرة فنية أو ثقافية أو إعلامية واحدة هي حاولت أنها توفق الأوضاع أو تجد مساحة تتوسط هذه الأطراف؟ أستاذ خالد. والله الإجابة بسيطة جدا. المؤسسية في أي مكان هي بتفرض نفسها على المكان وعلى المجتمع وعلى البيئة. كثير من هذه المبادرات كلمت عنها تم ارتجال الأجسام، يعني كده عشان تبقى موجودة وتصبح هي القادرة على أنها تقوم بالمبادرات. المبدع السوداني هو منتشر على كافة أرجاء الوطن الحبيب، ومع مختلف تفاصيله مختلف انتماءاته البيئية والعقدية وكذلك القبلية والتوجهات. ولذلك هو يعتبر نفسه الآن لما نتكلم مثلا عن محمد البدري في شرق السودان كمبدع سوداني، لو جينا عشان نضمه في مبادرة سودانية فنية بالتأكيد حيكون معه مجموعة أخرى من الفنانين القادرين على أن يقدموا المبادرة. لكن أنا دار أقول أنه الفنان السوداني أو المبدع السوداني هو هويته هو هوية الوطن، وبالتالي يستطيع أن يقدم مبادرة الوطن عن طريق المؤسسات القادرة على أنها هي تعكس صوته وتعكس قدرته الإبداعية على التدخل المناسب والإيجابي في القضايا الوطنية. المؤسسات الموجودة الآن هي تعاني إلى حد كبير من الظروف الحياتية الطبيعية كده، ودي معاناة المبدع السوداني. أنا في كثير من الحوارات قلت إنه المبدع السوداني على اختلاف أشكال الإبداع هو يعاني معاناة أكبر من الإنسان الطبيعي، لأنه مطلوب منه هو يكون حاضر براق أنيق وكذلك يحمل الفكرة ويقدم الفكرة بمضمون ويقدم الفكرة عن طريق آليات مهما بلغت صعوبات بيئات بشكل من أشكاله، لكن هو مطلوب منه دائما يكون حضوره المستمر. الآن أي فعالية بغض النظر عن الفعالية شكلها شنو، لو في المراسم في رأس الجمهورية تجد المبدع السوداني المغني الشاعر وهكذا موجود، لكن ما بشكل جسم واحد عشان يقوم يعمل مبادرة. يعني ينقصنا التوحد، قد تتوحد الأطياف المختلفة أو يتوحدوا على رأي واحد أو قبيلة المبدعين. نعم. لا، الإشكالية هي إشكالية مؤسسات، هي مشكلة مؤسسية فقط. نعم. ولكن إذا تمت الأجسام كم تم ضمها بشكل جيد ومرتب وقادر على أنه يؤثر بشكل عالي جدا، يستطيع عدد كبير جدا من مبدعي البلاد بمختلف المناطق الموجودين فيها أنه يقدموا أكثر من مبادرة إيجابية تصنع الحلول بشكل عالي جدا، لأن المفردة الإبداعية في المجتمعات هي التأثير الأقوى من أي تأثير تاني. يعني الفنان يؤثر بشكل أعلى من السياسي، يؤثر بشكل أعلى من كل التفاصيل، وده موجود الآن في المجتمعات، ما المجتمعات السودانية فقط، أتكلم عن كل المجتمعات في العالم. المفردة الفنية اللي تستطيع أنها تدخل أي مكان بدون استئذان هي مفردة الفنان والمبدع فقط. صحيح. نعم. الصحافة يا محمد يعني هي مرآة عاكسة للمجتمع، هي بتبين للمجتمع وين القوة وين الضعف في المساحات المختلفة. الملاحظ في الاتفاق انه هو يعني اغفل كلمة ثقافة تحديدا، مع انها هي من الكلمات المهمة جدا والاهم في اي اتفاق اطاري قد يكون هو هوية لشعب ولأمة في ذات المساحة. يعني المبادرات اللي قامت، اين اهل الصحافة منها؟ يمكن انا حاجر معي حتتين، يعني السؤال بتاع انه ليه اهل الفن ما كان عندهم أدوار في عملية التغيير، يعني في عملية إنهم يكون عندهم مبادرات فنية. الحاجة دي هي ما جديدة، يعني حتى إغفال الاتفاق الآن لكلمة ثقافة أو لدور الثقافة أو الفنانين أو المبدعين، هو الحاجة دي ما جديدة، هي ذاتها مرتبطة بذهنية النخب السودانية منذ الاستقلال، اللي هم كانوا بينظروا للفنانين أو للفن كنوع من الترف. يعني هم لحد الآن أو حتى الآن
أي ارتباط عنده علاقة أو أي حاجة عنده علاقة بالفنون، بالمسرح، بالتشكيل، بالموسيقى، بغيره، هم بينظروا له كعامل مساعد للحياة أو كشكل مجمل لوجودهم، وإنه هم عندهم حتتهم المفترض يكونوا موجودين فيها في المسارح أو في القنوات يغنوا أو في غيره. هم حصروا النخبة السياسية والنخبة الحاكمة، حصرت الفنانين والمبدعين في حتات معينة، وهي ما أتاحت لهم الفرصة الكاملة في أنهم يكونوا قادة للرأي، مع أنه هم خوفا من دورهم الممكن يقوموا به. طبعا حتى الفنانين المبدعين اللي هم خرقوا السياج الموجود اللي اتخطوا فيه بعد ذاك حوربوا من قبل الأنظمة السياسية المتعاقبة. يعني للأسف أنه كل الحكام اللي كانوا قبل في الإنقاذ واللي كانوا قبل الإنقاذ والحكومات، حكومة السيدين والأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة يعني منذ الاستقلال لحد الآن، هي قاعدة تتحسس مسدسة لما تسمع كلمة ثقافة أو فنون، فهي بتحاربها إما بالإقصاء أو بالتهميش أو بملاحقة المبدعين اللي بيكون عندهم قدرة على التغيير. رغم يعني إحنا عندنا في البال منه. عندنا في البال في الاستغلال طبعا عندنا في البال فنانين هم كانوا بمثابة طلائع لمجتمعهم. يعني نتكلم عن مصطفى سيد أحمد، تمت محاربته ورحل. حميت، محجوب شريف، ملاحقاتهم بالسجن وبالاعتقال وبالتعذيب وبغيره. وفي البال كثير منهم، حتى الشعراء اللي هم ممكن نقول عليهم طليعيين، يبقى بعد ذاك باقي الشعراء اللي هم بيكتبوا الغنية بتاعت حبيبي والشعر الأسود، الشعر الأسود والعيون المكحلة وغيرهم. هم ديل ما بيكون عندهم قدرة على إنهم يغيروا، ما بيكون عندهم إمكانية إنهم يصلوا ويعني يكونوا بمثابة مناشير موجودة داخل المجتمع بتبشر بقيم الحق والعدالة والحرية والمساواة. هم ما دارين كده، هم دارين إنه يكون المجتمع مغيب بنوع من الغناء، يتغزل في المحبوبة، أو هم بيصيبوا مدبطر لما يكون الآن الموجود في الساحة الفنية هم عبارة عن جونات بيرددوا أغنيات بتاعت سفح وغيره. دي حاجة كويسة جدا معهم، اللي هو بتخدر شكل الشعوب. أي فنان واعي أو مثقف، مش في السودان، في كل بلدان العالم الثالث، هم يواجهوا بالإقصاء وبالتهميش، وهم ذاتهم بيصدروا للمجتمع انه الفنان ده اداه للترفيه فقط وليس اداه للوعي والاستناره. طيب وانا الصحافه؟ الصحافه في التبشير بالحاجات دي، انا قبل قلت لك انه كان في يعني في اشكالات كبيره جدا كانت في الصحافه السودانيه، اللي هو من ضمنها انها هي كانت يعني بتعقد زواج كاثوليكي مع السلطه الحاكمه في كثير من الأوقات، وهي كانت صدى للسلطة. ده كان نتيجة حتمية، لأنه يا أخي الظروف المعيشية صعبة، ظروف إنتاج الصحافة صعبة، الإعلانات اللي هو بتكون مرتبطة بالمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية ما بتمشي للصحافة إلا إذا كانت السلطة الحاكمة هي راضية عنها. فده بالضرورة يبقى بالتأكيد المؤسسات اللي بتكون ناجحة ماليا ويكون عندها مداخيل وغيره وحياة زي دي، هي ما بتناصب السلطة الحاكمة العداء. وغالبية الناشرين أو غيرهم هم في النهاية بيهمهم الربح، بيهمهم إنهم يكونوا على وفاق مع شكل السلطة الحاكمة. يعني أنا بديك مثلا، كثير جدا من الصحف في كثير من الأوقات هي بتحظر عليه الصحفيين أو الكتاب إنهم ينتقدوا شركة معينة. ليه؟ لأنه الشركة دي بتجيب لهم إعلانات. يعني أنت لو كتبت عمود انتقدت شركة محددة، طوال رئيس التحرير بيجي يشطب لك الحاجة دي. بيشطب لك ليه؟ لأنه إذا أنت انتقدتها طوالي بكرة بيشيلوا منك إعلان نص الصفحة أو الصفحة الأخيرة الموجود لشركة بتاعت اتصالات محددة. يعني محمد في النقطة دي ممكن نقول إنه المكاسب الشخصية هي تغط على المكاسب العامة والوطنية. هاي بالضرورة في مجال قد يكون هو بيغير وبيشكل رأي عام لشعب. بالتأكيد هو نحن بالضرورة إنه نفهم إنه يا أخي المؤسسات القائمة في السودان هي يعني ما مؤسسات مستقلة إلى حد كبير جدا، هي مؤسسات مرتبطة بمصالح
يعني مؤسسة بترتبط بمصلحة مع مؤسسة أخرى، مؤسسة مرتبطة بمصالح مع مؤسسة أخرى، ما في استقلالية. يعني إحنا لما نقول إنه يا أخي استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الرابعة اللي هي سلطة الصحافة، استقلاليتها وحياديتها ومناقشتها للهموم العامة سواء كانت قضايا ثقافية أو سياسية أو فنية أو غيره، هي محتاجة لمناخ بتاع حريات. نعم. عدم توفر مناخ الحريات ده هو بالضرورة هو بيقوم بتشابك العلاقات وتشابك المصالح. صحيح. فبيقوم بيرجع أدواره إلى حد كبير جدا. أنا يعني حأخذ أو حتقهقه شوية في الحوار في إنه عندما تحدثنا عن الصحافة وعن الفنانين بصورة عامة وعن أدوارهم وعن الشعر وعن إنه كان عنده القدح المعلى في تشكيل رأي عام والشاهد على الأمر، يعني إنه الاستغلال قام على أيدي فنانين وشعراء، ويكفي إنه الراحل محمد وردي في احتفالية اتفاقية مشاكل سرقس الأعطاب وافدين كلهم على أنغام أنغام وردي يعني، وكان عنده رأيه اللي بيمثل، ويكفي إنه شاعر أفريقيا برضو كان عنده كثير من الآراء، وحميد زي ما أسلفت وقلت ومحجوب شريف وغيره. الفنان أو المبدع ممكن يكون هو صاحب مبادرة وممكن يكون عنده إسهام حقيقي في التغيير، وممكن يغير مفاهيم لناس كثيرة من خلال نص أو أغنية أو كلمة هو يقولها. كيف ممكن يساهم الفنان في الموضوع ده؟ قبل شوية طبعا ناس الصحافة أستاذ محمد إبراهيم يستطيع أنه يصيغ العبارات بشكل معقد يعني شديد كده، ويتكلم عن مجموعة بتاعة أفكار وحياة خطورة بالغة جدا نحن لا نستطيع أن نتعامل معها بالسهولة دي، لكن لأنه متعود يعني بالبساطة حقتهم يعني وبحسب الخبرات المهنية حقتهم. لكن الفنان، أنا دائما بقول الفنان هو الكائن الوحيد الموجود داخل المجتمع المسموح له بالدخول في أي مكان بدون استئذان، بالتالي يدخل عن طريق الوسائط المختلفة. زمان كانت قدرة الفنان على اختراق البيئات والمجتمعات عن طريق وسائل محدودة جدا بطريق السمع أو المشاهدات أو هكذا، وكانت محدودة إلى حد بعيد. اليوم انتشرت الثورة الضخمة بتاعت الاتصالات والوسائط الاجتماعية أو وسائل التواصل الاجتماعي، سمحت له بإمكانية أعلى للاختراق. الفنان يستطيع أنه يغير مفاهيم أمم وحضارات بشكل خطير للحد البعيد. أنا دائما بقول إنه الفنان هو إذا أدرك فعلا حقيقة تواصل الإنساني والاجتماعي مع البيئة بالمناخ العايش فيه والمناخ الاجتماعي العايش فيه، مؤكد هو يعلم إنه هو صاحب رسالة حقيقية. وطبعا موضوع الرسالة ده قصة، موضوع مختلف تماما، عنده أسس وعنده قيم، مجموعة قيم، عنده مجموعة بتاع التفاصيل. بالضرورة لازم يكون الفنان هو من المبادئ في الأساس عشان بعد ذاك يستطيع أنه يتواصل التواصل الجيد، قادر على أن يصنع التغيير بشكل كبير. تظل مفردة، أستاذ محمد قبل شوية بتكلم عنه وحضرتك برضو تفضلتي بأنه محمد وردي غنى في اتفاقية مشاكس واحدة من الأغنيات، الأطراف الوفدين كانوا موجودين. صحيح. في وسط مكان عناق وجداني حقيقي، جمعتهم مفردة فنية بمؤلف موسيقي وأداة صوت سوداني كان يؤدي بالمفردة. هذه المفردة ألغت كل الحواجز والمتارس الموجودة بين الطرفين الاثنين، جعلتهم في مكان واحد وجدانيا. الآن الفنان يستطيع حقيقة أن يفعل ذلك. لكن عطفا على كلام أستاذ محمد إبراهيم إنه بيحارب، انه لا اقصد المحاربه، انا اقصد انه تنتشر في المجتمع اصناف وطرق معينه من الاداء الفني هي قادره على انها تهبط بالذوق العام الى الدرك السحيق جدا يعني، ولا يستطيع الانسان بعد ذلك انه يتعامل معها بمبدا الرساله. يعني كلنا شايفين يعني بنشوف نصوص ومجموعه بتاعت جمل موسيقيه ويك ضعيفه جدا، ممكن تسوقنا بعدين لقدام موضوع التخصصيه دي بنفسها، هي قادر على إن. لكن ده ما مؤشر يا أستاذ خالد، لأنه الذائقة العامة هي أصبحت تتطلب ذلك، لا وبالتالي الفنان هو إطلاقاً بيواكب ذوق المستمع إطلاقاً. لا لا ما عنده علاقة، لا لا ما عنده علاقة، رأي الفن بيقول الحاجة مختلفة. لا لا على إطلاق لا لا. طيب. يستطيع الفنان إذا أراد إنه يكون شخصية للمفردة وشخصية للمؤلف الموسيقي وشخصية للأداء الموسيقي. الآن قبل شوي استمعنا الأستاذ راحل صلاح بن البادية سالة من شعرها الذهب، ونحن برانا تحدثنا عن إنه الأغنية دي بالتحديد هي عبارة عن معيار للقياس لبعض الأصوات الفنية لما نجي في بعض المواقع للتسجيل أو للمشاركة وكذا.
هذه الأغنية ظلت الآن هي معيار موجود الآن يتم القياس به بالصوت وبالأداء وبالتمبو الموجود ده وبالميزان بتاع الإيقاع. دي مصطلحات موسيقية، استراحات موسيقية بنتعامل عشان نتعامل بها عشان نعمل معيار موسيقي. الشخصية الفنية يستطيع الفنان إنه ينهض بهذه الأفكار حتى تصبح في مقام الرسالة، لكن لو هو تعامل معها بمبدأ الاحتياج، موضوع الاحتياج ده نخد تحته أكثر من خط، لأنه الاحتياج متعدد الأطراف، احتياج المجتمع والاحتياج المبدع والاحتياج الشارع، التفاصيل دي محتاجة لفرتك كده عشان تصبح الصورة واضحة ونتعامل معها بالشفافية. لكن المبدع السوداني خلينا نخصص عنده قدرات عالية جدا، وعندنا تجارب كبيرة جدا أسهمت المفردة السودانية في أنها تضع حلول للمشاكل كثيرة جدا، وعندنا تجارب كذلك لمواصفات بتاع أداء فني خلقت كثير من المشاكل، إشكاليات حقيقية كانت موجودة. ولكن دار أقول أنه في النهاية بالمحصلة أنه هذا المبدع السوداني يستطيع أنه بكل بساطة إذا أدرك حقيقة إمكانياته وقدراته هو بالضروره يفهم انه هو المؤثر الاعلى على حركة. لكن قد نقفل يعني كثير من المدخلات او الحاجات الممكن هي تاثر على الفن السوداني وعلى المفرده وعلى الجمل الموسيقيه وعلى غيرها، انه الان اصبح الفضاء منتشر. نعم. وقد لا يكون عنده، خلينا نقول بالدارجه اللي بيقولوا ما عنده سوق. أيوة. يعني ممكن تكون الزمان انت عندك كثير من الحاجات المجتمعيه، الناس بتقعد بتستمع بتطرب تطريب عالي للعود، للجلسات اللي عندها علاقه بالعود، بيستذق يعني بيتذوقوا الكلمات بشغف. نعم. اكثر من انه هم بالنسبه لهم تصبح عباره عن موسيقى ساخبه او كلمات ما عندها معاني حقيقيه وما بتساعد او بتساهم في انها هي تحل قضيه محدده. الان اصبح وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح هو قد يكون واحد من المهددات اللي بتهدد انه احنا نصنع قضايا حقيقيه من خلالها نقدر نعالج مساحات. تتفق ولا تختلف مع الوسائط وتواصل التواصل الاجتماعي اذا تم استخدامه بشكل جيد؟ انا برضو دائما اقول انه مجموعه القيم لاي مهنه او لاي السلوك ونشاط إنساني إذا توجدت مجموعة القيم مؤكد المنتوج يكون منتوج قادر على أنه يساعد في أنه يشذب ويهذب الذوق العام. نعم. وبالتالي هو عنده رسالة المفهومة الآن. لكن لو جينا تناولنا أي قضية من قضايا الأغاني الهسه نتكلم عنها بنلقى المؤلف الموسيقي أربع حروف موسيقية بالإضافة لاستخدام التقنية الحديثة في عملية التأليف الموسيقي، إضافة أصوات، أنا ما بقول هي غناء، أصوات بتصدر من 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 مغني بيقول أصوات فقط. نستطيع بعدين إنه نقوم نصنفها حسب التصنيف المتاح موسيقيا ونلقى فيها كثير من العيوب. إحنا حنمشي في ذات الإطار مع محمد في إنه كيف أثر وسائل التواصل الاجتماعي في الصحافة بصورة عامة، وكان عنده تأثير عميق جدا يعني ما بين الصحافة الورقية للصحافة الإلكترونية للتغيير الكبير اللي طال. لكن نستمحكم في إنه نسمع لحن ونجي راجع لكم مرة تانية، نسمع ونستمتع. أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا، تحية لكم وبنرحب بضيوفنا من جديد أستاذ الصحفي محمد إبراهيم والفنان والناقد ديلي محمد طبعا. أيوة يا محمد. الأستاذ الفنان خالد إمام، أهلا وسهلا بكم من جديد. وإحنا كنا بنتكلم قبل اللحن عن الوسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة وانتشارها وكيف إنها هي كان عندها تأثيرها في الفن السوداني بصورة عامة وفي تغيير ذائقة الشارع السوداني. بالحديث عن ذات الإطار لكن بصورة مختلفة، خلينا نمشي للصحافة. والصحافة الآن أصبحت تتجه لأنها تكون صحافة إلكترونية، وتأثيرات وسائل التواصل بصورة عامة أصبحت هي بتهدد الصحافة الورقية في السودان لياتو مدى. هو يمكن ده موضوع بتاع حلقة كاملة أو موضوع بتاع بحث أو كامل، اللي هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يمكن أن نطلق عليه بالإعلام الحديث. طيب، أي مهنة في العالم سواء كان طب أو قانون أو اقتصاد أو هندسة أو غيره عندها قواعد وعندها أسس. الصحافة هي بنفس الشيء، عندها قواعد، عندها أسس، عندها صرامة مهنية، عندها استحقاقات مفترض الزول يمارسها. للأسف إنه وسائل التواصل الاجتماعي الآن هي أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة. كيف؟ في إنه أي فرد من الممكن إنه يؤثر في الرأي العام. قبل وقت كان الحصول على إنك أنت تكتب، على ميزة إنك أنت تكون تكتب حاجة في الصحافة، هو ده بيلزم إنك تحصل على قيد صحفي. عشان تحصل على قيد صحفي
انت بتعمل شنو؟ اول شيء بتاخذ لك فتره تدريبيه في صحيفه، وبعد ذاك بتنزل امتحان بتاع القيد الصحفي، بتمتحن فيه معلومات عامه ولغه انجليزيه وما اعرف شنو حاجات كثيره. بعد ذاك بعد سنه او سنتين حتى بعد ذاك يتيح لك انك انت تكتب اسمك في خبر او انك انت تنشر خبر. الخبر ذاته عشان انت تنشره انت ما بتجيب الخبر طوالي بتنشره في الصحيفه. يعني انا لما مراحل. ايوه انا لما بعد ما يتم تدريبي بشكل كويس حاجيب خبر وحاديه لمنو؟ حاديه رئيس قسم الاخبار. رئيس قسم الاخبار هو بعد ذاك بيتحقق من الحاجه دي وبيديه للجهه الاعلى منه، للجهه الاعلى منه لحد ما يصل لمنو؟ لحته بتاعت رئيس التحرير. حتى رئيس التحرير بعد ذاك هو بيراجع الخبر وبيشوف شنو الاستحقاقات نشره وغيره. ده دي بنقول عليها شنو؟ اللي هو التدرج الوظيفي او التدرج الطبيعي لشكل الخبر. نعم. بيمر بفلتره كثيره جدا وبيناس عندهم خبرات كبيره جدا في عمليه بتاعت نشر الاخبار، عشان كده ما بتنشر خبر بسهوله في صحف او في مؤسسات تقليديه، قنوات فضائيه، صحف غيره. يبقى الصرامه المهنيه اللي بتكون موجوده في الصحافه دي هي بتقدم للناس اخبار حقيقيه واخبار نسبه الخطا فيها ضعيفه للغايه او تكاد تكون معدومه. ده بيبرر انه لحد الان المزاج السوداني هو مرتبط بالصحافه الورقيه اكثر من ارتباطه بالصحافه الورقية. يلا لما نجي نشوف الصحافه بتاعت الفيسبوك، اي زول ممكن يكون هو غالبيته ما عندهم علاقه بانهم قروا شروط نشر الخبر، حاجات كثيره جدا. زول يكون قاعد يقول لك يا اخي وفاه الفنان فلان الفلاني، والزول ده بيكون عنده مثلا زي 50,000 او 60,000 متابع. ال 50 او ال 60,000 دول منهم كتار جدا يعيدوا نشر الحاجه دي، ويبقى هنا نشر اخبار ضاره او اضرت ببنيه المجتمع. فعدم وجود رقابه او صرامه على مواقع التواصل الاجتماعي هو بالتاكيد ده بيأثر بشكل كبير جدا في عمليه نقل وتداول الاخبار. عشان كده بنقول لك يا اخي انه الإشاعات بتكثر. يعني نحن شفنا الفترة الفاتت دي عدد كبير جدا من إشاعات وفيات الفنانين. يعني في فنانين ماتوا زي 20 مرة في 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 الفيسبوك، وفي فنانين وفي إشاعات وفي حاجات كثيرة جدا ما قاعدة تصدر من الحاجة دي من الجهات الرسمية. فلا يعقل لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه مواقع التواصل الاجتماعي تكون بديل عن المهنة الأساسية. لكن ممكن الناس تقوم تعمل شنو؟ تستفيد. يعني ما هي المشكلة اللي حصلت في الصحافة انك انت عشان تتحقق من الحاجة دي وغيره وكده وبعد ذاك تعيد نشرها كصحافة ورقية اليوم الثاني، فزمن الخبر بيكون فات مش؟ فالناس يعني انتشار مواقع التواصل الاجتماعي هو بقى انتشار المواقع الإلكترونية او مواقع الصحفيه الالكترونيه هم ممكن يكون بديل للحاجه دي، لانه بيكونوا القائمين عليها والبيديروها والشغالين فيها هم ناس عندهم هم ناس صحفيين، يعني مارسوا مهنه الصحافه كويس. فعشان كده نشر الاخبار بيكون بتاني وبيكون بتروي وبيكون بعد التاكد منها، وبيكون في نفس الوقت استفادوا من الميزه الموجوده في المواقع التواصل الاجتماعي في سرعه انتشار المعلومة. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يكون مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك وغيره هي اسمها مواقع تواصل اجتماعي وليست مواقع للصحافة أو المواقع لنشر الأخبار أو لغيره. أنت عندك وخالتك قاعد في أمريكا ترسل له ماسنجر السلام عليكم عليكم السلام، حاجة بتاع التواصل الاجتماعي. لكن ممكن الناس تقوم تستفيد منها في أنه تطبيق الصرامة المهنية للصحافة وتستفيد من السرعة بتاعتها. يعني في كثير من الدول هي عملت قوانين رادعة جدا للصحافة الإلكترونية. حتى نحن عندنا هنا عندنا هنا برضو اللي هي القانون بتاع الملكية. فبقت شنو يعني نحن محتاجين ذاته لأنه يكون في شكل بتاع رقابة علي ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم محمد، يعني زي ما كانت السوشيال ميديا أو الصحافة الإلكترونية هي عندها إفرازات الكثيرة ما عندها تخصصية، في ذات الإطار برضو ساهمت بصورة كبيرة بأنه هي يكون في عدم تخصصية للفنانين أو للجانب الفني بصورة عامة. لو تكلمنا عن التخصصية، المنهج الموسيقي في السودان بيفتقد لكثير من الحاجات. خلينا نقول أنه كلية الموسيقى بيلاحقها اتهام بأنها بتفتقد للمنهج الدراسي السليم، وهي كلية نظرية أكثر من أنها هي يعني كونها تطبيقية. هل الاتهام ده حقيقي؟
أول حاجة والله التحية لكل الدكاترة والأساتذة في كلية الموسيقى والدراما، الرواد والآن الموجودين. والحقيقة إنه معظم الاتهامات، أنا دائما بقول إنه القادر على إنه يقول اتهام حقيقي وصريح وواضح هو عنده قدرة على إنه يفند المعايير بتاعت الاتهام نفسها، ولكن الحقيقة غير كده تماما. الآن بصمات كلية الموسيقى والدراما وكل الإسهامات أصبحت موجودة بشكل عالي جدا في الوسط الفني الآن إلى حد محدود، إلى حتة محدودة ممكن نقول إنه في بعض الشرائح اللي بتتعاطى مع الوسط الفني هي غير مدركة إطلاقا بمن بتمارس يا تدور من أدوار الموسيقى، لكن كلية الموسيقى والدراما إطلاقا هي ما كلية نظرية، وإلا ما كانت إذا كانت تفتقر للمنهج. وهي كلية نظرية معناها عندها منهج لكن تفتغل للمنهج كيف لا يستقيم. هي عندها منهج كلية الموسيقى والدراما أكثر من مناهج كثيرة جدا، وعندها قدرات عالية جدا على الأعمال والمشاريع التطبيقية. والآن أي شخص يستطيع أنه يلاحظ أنه الأداء الموسيقي بشكل عام على مستوى الموسيقيين بشكل عام أصبح فيه زيادة كبيرة جدا في القدرات والتنمية على مستوى الأداء. ايضا كثير من التجارب بتاعت الشباب الان موجوده اعتلت المنصات بقدرات عاليه جدا بعد ما تدربت على عمليات الصوت وتدريبات الصوت بشكل جيد. كليه الموسيقى والدراما هي الان تعتبر هي الحاضنه الاساسيه الحقيقيه، ونستطيع ان نقول انها تقدر تعمل منتوج عالي جدا لكل الارث الموسيقي السوداني. واقرب مثال لذلك يعني الان لو تناولنا بس التجربه دكتور الصافي، تحيه واحترام دكتور الصافي ودكتور النور، ونشوف كورال كلية الموسيقى والدراما وهي يؤدي الأعمال بشغف عالي جدا، استقبل كل الشعب السوداني بترحاب عالي على الرغم من التعقيد. بالمناسبة عمل فني واحد فقط من الأعمال اللي بيؤدوها كورال كلية الموسيقى والدراما يحتاج إلى مجهودات ضخمة وإلى فترات عالية من التدريب والتوافق الصوتي واللحن، وكذلك اختيار السلالم الموسيقية والسولو. الناس لا تعلم غير 7 دقائق أو 9 دقائق من العمل الفني، ولكن الدكاترة في كلية الموسيقى والدراما يقولوا مجهودات كبيرة جدا. أيضا كلية الموسيقى والدراما الآن عندها مكتبة ضخمة جدا تضم مخطوطات عن موروث الغناء السوداني. دكتور ترنيم، لو التحية دكتور ترنيم دكاترة كلية الموسيقى والدراما، عنده مخطوطة فنية عن موسيقى شرق السودان، فقط موسيقى شرق السودان، كتاب ضخم عظيم جدا. طيب استاذ خالد، يعني انا في النقطه ده حابه اتوقف لك واعتذر للمقاطعه، لكن ده بيقودني لحاجه مهمه جدا. بالضروره الفنان باعتبار انه هو يمتلك موهبه قد تكفيه الموهبه، ولا بالضروره انه هو يكون دارس للموسيقى؟ شوفي يا استاذ عمل، كل تفضل الاستاذنا حبيب ابراهيم، الصحفيين بيقولوا الكلام طوالي كده وبيرتبوه، ونحن دايرين نجيبه قريب. يعني كده الأمية في أي مجال وفي أي نشاط هي غير مرغوب فيها على الإطلاق. يعني لا تكفي الموهبة فقط، سواء كانت في الكتابة وسواء كانت في الفن. يعني لكل قاعدة شواذ ولا حكم على الشواذ. يعني إحنا تعاملنا مع نصوص ومؤلفات موسيقية للراحل الكاشف وكانت معجزة على مستوى الأداء، زول ما لا يستطيع الأم يعني كده، لكن كانت ما عنده أمية موسيقية، كان عنده وجدان صحيح سليم قادر على أنه يركب المؤلفات الموسيقية. لكن الآن تتدرج الأفكار الموسيقية الموجودة في الوسط الآن، سرعة الحياة بتتطلب أنه تنتفي الأمية الموسيقية. الموسيقى لغة زيها وزي باقي اللغات المنتشرة في العالم، عندها أشكالها وعندها كتابتها، بنكتبها التدوين، بيسمى التدوين الموسيقي، وبالتالي تنتفي الأمية والجهالة. الآن نجد موسيقي بارع جداً، لكن لما نتكلم عن السكيل نكون شغالين في عمل جماعي، نقول له سلم لا بيمول ميجر مثلا، اللي يسمع باقي افراد الفرقه شغال حتى بعد ذاك بالاحساس يلتقط السكيل او السلم. لكن تنتفي بعد ذاك عمليه الجهاله الموسيقيه لما يصبح قادر انه يفهم انه السلالم الموسيقيه فيها سلالم بيمول، فيها سلالم دييز، فيها سلالم بيكار ميجر عاديه، وهكذا نفس التفاصيل الجهاله. لكن الأهم دائما إنه ترتبط الموهبة بمعرفة حقيقية، لأنه الصقل الحقيقي للفنان خاصة في المجتمع اللي بتكلم عنه أستاذ محمد قبل شوية، أنت داير تنتشر في الوسائط وتقدم لك عمل ضعيف، مفردات نصية تعبانة، قدرات بتاعة أداء غير جيدة، والمؤلف الموسيقي أصلا هو ذاته غير مكتمل، وبالتالي داير تنتشر في بيئات معينة وتذوب في نفس الوقت لا تستمر. أنا حامشي طوالي لمحمد. محمد يعني
الصحافة الفنية أصبحت مجرد صفحات على ورق، تتفق أم تختلف؟ كيف؟ ده اتهام صريح بيقولوا لكم. كيف يعني؟ لا توجد صحافة فنية. لا توجد صحافة فنية بالمعنى الكبير والمتمدد للصحافة الفنية التي تحمل كثير من القضايا الفنية الحقيقية. الآن أصبحت صفحات فنية سطحية جدا. والله أنت عارفة نحن ممكن في النقاش ده نحن مما بديناه ممكن يكون هو في شكل بتاع ترابط. يعني شكل الصحافة الفنية، نحن لما نتكلم عن الصحافة ذاتها يعني هي أخذت لها ضربتين. الصحافة الفنية الضربة الأولى هي مرتبطة بعملية صناعة الصحافة في السودان إجمالا ووجود بدائل لها. يعني للأسف كثير جدا من الصحف اللي كانت ناجحة للغاية وكان عندها قدرات بتاع توزيع عالية شديد خلال قبل سنتين أو ثلاثة سنة الآن اتراجعت وبقت ما بتغطي حتى كلفة طباعتها. عشان كده لذلك أصبحت سطحية؟ لا، ما أنا داري أوريك الإشكالات الموجودة فيها. عشان كده في صحف كثيرة جدا طلعت من السوق. كويس؟ المشكلة الثانية هي مشكلة نظرة كثير من رؤساء التحرير للصفحات الفنية، وهو ده بيجي من شنو؟ ده بيجي من النظرة الكلية لدور الفنان داخل المجتمع. يعني الموضوع ده ممكن يشوفوه كثير جدا من الناس المحررية الصفحات الفنية في الصحف، هم انهم بيتعامل معاهم او مع الملفات الفنية اللي بيقدموها او الصفحات او غيرهم كشيء ثانوي. يعني انت لو جاء اعلان اول حاجه بقوم يشيلوها برا الصفحه الفنيه. يعني هي الحيطه القصيره بالنسبه لاشكال العمل الصحفي. حتى الصحفيين اللي بيكونوا بيغطوا احداث سياسيه وغيرهم هم يعني بيشوفوا انه هم اعلى رتبه من الناس اللي بيكتبوا في الصحافه الفنيه. لكن انا بتكلم عن الشكل بتاع صناعه الصحافه بشكل عام اللي هو اتاثر بعدد كبير جدا من الظروف الموضوعيه والظروف الحياتيه مع الانفليشن او التضخم اللي حصل في البلد، زياده مدخلات الطباعه وزياده ارتفاع الورق اللي بيجي من برا وغيره، دي اثرت بشكل كبير جدا في شكل الصحافه. بالاضافه لشنو؟ لانه مزاحمه ذاته في ادوار الحقيقيه اللي هي عمليه الرصد والتحليل والاخبار وغيره، اللي هو بقت في مواقع ثانيه عندها قدره على انها تقوم تنشر الخبر بسرعه. محمد، في يعني في النقطه دي تحديدا، يعني احنا بلد متمدد الاطراف والثقافات ومتنوع، وعندنا فن يعني ممكن مش ننتج فيه صحافه، ممكن ننتج فيه مجلدات يعني وبماده دسمه، وقد تكون هي ترتقي لذائقة فنية نخبوية يعني. لكن هل الصحفيين فيهم مشكلة؟ ما في صحفيين فنيين باعتبار انه زي ما اسلفت وقلت انه هم بيعاملوا كفرز ثاني، يعني لو صح التعبير انه هم ما بيعاملوا باعتبار. يلا يلا، في عنصر مهم جدا يا عم المفترض الناس تعرفه. طيب، انه من اهم الـ 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 يعني انت عشان تكون عندك كوادر مؤهلة وقوية أهم عنصر فيه هو عنصر التدريب. يعني أنت لما تتخرج من كلية الإعلام أو تكون هاوي إعلام أو غيره ودار تمارس مهنة الصحافة، يجب أنه يكون تخضع لعملية تدريبية قاسية للغاية في ممارسة أشكال القوالب الصحفية. المؤسسات الموجودة عندنا مؤسسات ضعيفة جدا اقتصاديا وفقيرة ماديا، والفقر المادي ده هو بيحتم عليها التعامل مع الصحفيين اللي بيجوها بواقعية. يعني المؤسسات الصحفية مفترض تتيح لخريجي كليات الإعلام عملية بتاع التدريب، لأنه الشغلانية دي هي شغل متوارث، مش اللي هو من جيل لجيل آخر. لكن كلفة التدريب اللي بيتحملها منه المؤسسات هي ما بتتحمل كلفة التدريب. حتى الناس اللي سبقوهم هم يعني انت لما تيجي تتدرب اللي بيغطي لك تكلفة تدريبك ده منه؟ ما في جهة بتغطي لك تكلفة تدريبك. الدولة رافعة يدها عن 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 شكل انها تدعم البحوث او تدعم التدريب او غيره. يبقى المشكلة الأساسية في ضعف الكوادر الموجودة الآن، من ممكن نقول عليها هنا هي مشكله بتاع التدريب. الناس يعني في اجيال انقطعت، يعني فقط ما ينقص الصحفيين هو التدريب. يعني لا انا 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 بقول لك حاجه، انه يمكن تكون
مش لأنه أنا كنت في صحيفة فنون، يعني أنا كنت مدير تحرير صحيفة فنون، وأخونا الحبيب سراي ده برضو كان معنا في صحيفة فنون. يعني يلا كان الصحيفة هي بتتيح للخريجين إنهم يتدربوا على الشكل الصحافة الفنية بشكل كبير جدا، كويس. وكانت يعني كان بتقدم لهم كيف تحاور فنان، وكيف انك تكتب تقرير فني وتكتب خبر فني وتكتب. طيب يا محمد، الان ما اصبح الفضاء مفتوح، يعني كل ما تقوله ممكن يجده بضغطه زر. اذا كان الصحفي او الحب انه هو يكتب في مجال الفني شغوف بعمله، شغوف بانه هو يقدم ماده دسمه، لكن الان اصبح بيواجه به الصحافه الفنيه تحديدا ان هي اصبحت تبحث عن الاثاره والتسليه والاخبار، خلينا نقول الهط، يعني اكثر من ان هي تبحث عن المواد الدسمه الحقيقيه اللي ممكن يستفيد منها. صفراء يعني يقال، قد يقال ممكن يكون واحد من الاتهامات اللي بتوجه للصحافة الفنية. هو أنا أقول لك حاجة، البحث عن الإثارة هو ما بيكون في الصحافة الفنية فقط، وإنما بيكون في كل أشكال الإعلام، لكن فرق بين الإثارة الفنية. أيوة، فرق بين الإثارة والصحافة الصفراء. يعني الإثارة أنت الآن لو في صحيفة سياسية، أنت لو رئيس تحرير صحيفة سياسية بتكون قدامك زي 15-16 خبر اللي هو حدثت خلال اليوم، بيشوف أكتر خبر عنده إثارة وبيهم كمية كبيرة جدا من الناس وبقوم تطلعوا من شيء طوالي. والحاجة دي عندها علاقة بالأحداث، بالتصريحات، يعني الخبر المنشد ده ممكن يكون حدث، ممكن يكون تصريح، ممكن يكون جريمة، ممكن يكون غيره. يعني أنت ممكن يحصل شنو؟ ممكن يحصل زول يكون شايل له مسدس وخش يقتل له زي 100 نفر في حتة معينة، في حفلة ولا في أي تجمع، كويس. ده طوالي بكرة الصحف بتلقاها كلها هي طالعة مقتل 100 شخص وكده وهناك. ليه؟ لأنه هو أكثر بيشير انتباه الناس بشكل كبير جدا، والصحف في كل العالم هي بتبحث عن شكل الإثارة، لكن عن المانشيتات، عن المانشيتات. لكن هل الحدث أو هل الخبر هو صحيح ولا ما صحيح؟ بعد ذاك هنا بتجي العملية بتاع الصحفي ذاته. في شكل الصحافة الصفراء، نحن الآن ما عندنا الشكل الراتب بتاع الصحافة الصفراء الموجود في العالم. يعني الصحافة الصفراء هي شنو؟ الصحافة الصفراء هي بمسمى هي تتبع عورات النجم. يعني بيحصل شنو؟ بيقول لك يا أخي ادوك كاميرا، يقول لك والله يا أخي الفنان فلان الفلاني ده بس انت تقعد شنو؟ تتابعه لي 24 ساعة، تجيب لي صورة فيها فضيحة للفنان ده، أنا بديك قروش كثيرة جدا. هي الصحافة ذاتها بعد ذاك بتوزع، يعني الشكل ده نحن ما عندنا. يعني مثلا فنان يجيبوه في وضع غير لائق، أو يجيبوه هو متعاطي حاجة أو غيره، بتلتقط الصورة دي، ودي الصحافة الصفراء اللي هي تتبع عورات النجوم، نجوم الفن والمجتمع والرياضة وغيره، وتجيب الصورة دي وبتحدد شنو الأخبار اللي ممكن، يعني ما بالضرورة إنها هي تكون كده، ممكن تكشف عورات فنان باعتبار إنها أو تكشف عورات فنان. نتكلم يعني مثلا عن صورة ولا خبر ولا غيره، تمشي المحاكم تشوف الليلة مثلا قبضوا منه ما قبضوا منه. أنا أكد لك إنه مثلا إحنا لما كنا في صحيفة فنون كان بتجينا عدد كبير جدا من الأخبار اللي هو عندها علاقة بفنانين بغيرهم، بيشوف انها بتمسهم يعني اخلاقيا، بتمسهم غيره، وبنحجب الاخبار دي. يمكن احنا بنختلف عن العالم باعتبار انه ثقافتنا السودانيه المتماسكه نوعا ما قد تبيح او قد تحد من انه بعض الاخبار دي. أيوة هي تطلع. أيوة التقاليد. احنا حنرجع ثاني، لكن نستبيحك عذرا يا محمد وخالد في انه نهدي اللعب شويه، رايك شو؟ نسمع ونرجع. أهلا بكم من جديد متابعينا، وتحية لكل اللي انضم لنا من خلال ما تبقى من زمن. حنرجع لكم مرة تانية ضيوفنا الأكارم، لكن قبل ما ندخل مرة تانية في المحاور، خالد أنا حابة أعلق على تجربة غنائية فنية ضخمة جدا، يعني تجربة كابلي من التجارب اللي يمكن هي لا تعليق عليها غير أنها تجربة فنية مميزة وإضافة حقيقية للفن السوداني. بالرغم من كده في أصوات غنائية توقفت لفترة زمنية طويلة وما كتب لها الصمود كتجارب أخرى وفنانين آخرين. ممكن نتكلم عن الاستمرارية لفنان في المساحات الفنية بصورة عامة، لماذا يتوقف؟
معالي السيد السفير النوايا الحسنة الدكتور عبد الكريم الكابري رحمة الله عليه ومشرق السودان ومصلحة القضائية وخبرة كبيرة جدا والترجمة في المملكة العربية السعودية على مستوى المهنة التفاصيل الأكبر، ولكن الأكبر عمقا وتأثيرا في الوجدان العربي والوجدان السوداني والوجدان المتلقي للمفردة اللحنية والمفردة النصوص هو كان على مستوى الأداء الفني. دكتور عبد الكريم الكابلي ضنين الوعد، دكتور عبد الكريم الكابلي درويش متجول لمحمد مفتاح البيتوري في حضرة من أهوى عبثت بي الأشواق حدقت بلا وجه. دكتور عبد الكريم الكابلي تاني ريدة وكمان جديدة، دكتور عبد الكريم الكابلي وزمان الناس ووصف بانوراما لأم درمان. شوف الانتقال البسيط والسلس في أنه كيف تظل المفردة. أنا قبل شوية قلت لك لما يدرك الفنان أنه صاحب رسالة وأنه عنده جواز مرور ذهبي لكل المواقع وأدرك الحقيقة دي يستطيع أنه يعيش في الوجدان بشكل عميق جدا ولفترات طويلة. دكتور عبد الكريم الكابلي كذلك عدد كبير من مبدعي السودان هم الآن يظلوا موجودين وسيظلوا موجودين، تدرس هذه الحقائق الفنية في المؤلفات وكيفية التأليف الموسيقي للمفردات الصعبة بالقدرات العالية. أنا قبل شوية أنت في التعريف قلت التنمية البشرية، جزء كبير من أدوات التدريب تعتمد على الإنسان كيف أنك تستنهض جواه عملية قدراته العالية عشان يطلع منه إبداعات. عبد الكريم الكابلي أعتقد أنه المفردة اللي يجب أنه التعامل معه بشيء من الرقي العالي جدا بعد ما قدم الكثير من البحوث في التراث السوداني والعمل الفني السوداني. لكن ده بودينا لأنه يعني إحنا كنا لفترات زمنية طويلة كشعب بنعاني من الجحود الفني في أن إحنا نقدم الفنان حقه وهو حي للأسف. صحيح. فكيف نقدر نغير الفكرة دي بصورة عامة وإحنا نحاول نديه جزء من امتنان وتقديره وهو موجود يعني وحي؟ لكن يا أستاذ أمل معليش عشان ما نخصص المعضلة دي على المستوى السلوك البشري السوداني فقط، يعني المبدعين في العالم كلهم يعانوا من نفس القضية والإشكاليات، والآن تجارب كثيرة في الإقليم وحتى على مستوى العالم مبدعين قدموا إسهامات ضخمة جدا لكن كانت نهاياتهم محزنة ومفجعة. وأنا أعتقد بشكل أو بآخر المبدع يدرك أنه في النهاية لابد أنه تظل مسيرته الحياتية ماشية بنفس النسق اللي هو بيرتضي به، لأنه المبدع لا يحتاج لكثير من المعينات عشان يتعايش. يدرك أنه لما توصل النهايات ويلقى أصبحت الحياة صعوبة، نحن نترحم على الراحل المقيم الأستاذ صلاح حاج سعيد توفى في الأيام اللي فاتت، عانى في الفترة الأخيرة وهو في المستشفى بمعية أستاذ نصراني الدين مصطفى وكذلك الأستاذ مدى النخلي قبل أيام، كان يتحدث بأسى شديد جدا عن الأيام الأخيرة لازمة المرض. ولكن أنا أعتقد أنه قدر الفنان والمبدع، قدر الفنان المبدع في كل المجالات أنه معاناته دائما تكون أكبر، ولا نستطيع أنه نقيم تجربته وهو حي لأنه هو منتشر موجود بيناتنا بشكل دائم ومستمر. كل الممكن نعمله كمجتمع ننتقد الفكرة، ننتقد المؤلف الموسيقي، نقول له جو في الحفلة الفلانية فلان غنت المعارف بشكل كويس دي قالت لها أعتقد أيوة كده، ولكن المبدع يتم اكتشاف حقيقته وجوهر قضاياه الأساسية للأسف الشديد بعد ما ينتقل للدار الآخر. يعني في ظل الكبار كعبد الكريم الكابلي أيضا وفي ثقافة المجايلة يا محمد بنلقى أنه كثير من الفنانين الشباب الآن الصاعدين والواعدين بيشكوا من قسوة الأقلام الفنية الصحفية اللي بتلهب ظهورهم بالنقد اللاذع، يعني بينتقدوا لدرجة أنهم قد تختل وتهتز ثقتهم بنفسهم وبالتالي هم يخبوا مساحة رغم أنهم بيكون عندهم الكثير من الشغف والكثير من الإبداع اللي ممكن يقدموه. هو بالضرورة نحن دارين نشير لحاجة معينة إنه يا أخي ما في شكل بتاع أداء مسبق بين فنان أو ناقد أو صحفي، ولأنه هما أي زول عنده مجال بيختلف، يعني الصحفي أو الناقد هو ما يعني ما بيزاحم الفنان في عداداته، الناس مفترض تعرف كده إنه ما في منافسة بينه. أنت بتنطلق من دورك الرقابي وبتنطلق من الحتة اللي بتكون فيها يعني من
متطلبات مهنتك انك تشير للايجابيات وتدعمها وتشير للسلبيات وبتحاول انك تقوم شنو تعدلها. بعد ذلك بتختلف ادوات الاشاره للايجابيات او ادوات الاشاره للسلبيات. يعني في ناس بيكون نقدهم عنيف جدا تجاه فنان معين وفي ناس بيكون نقدهم بسيط ومباشر وسهل وسلس وغيره وكده. لكن بالضروره هي كل الناس اللي بتكتب عن منتج المنتج ده هو بيكون وصل للناس اللي هو عن طريق الفنان اتكلمت فيه انه هل المنتج ده يعني احنا بنتكلم عن اغنيات محدده خلعت رداء الاحترام وخلعت رداء الالتزام نتكلم عنها ولكن هي انتشرت في البال كثير في بالي انا وبالكم انتم وبال الناس اللي بيشافوا اللي بيشاهدونا انه الاغنيات دي ما كان ينبغي لها ان تكون في اجهزه الاعلام على الاطلاق وما كان ينبغي لها ان تكون متداوله على اي على ألسن الناس وانما هي اغنيات تغنى او تردد في اماكن ضيقه للغايه لكن للاسف هي انتشرت نتيجه للشكل الموجود الان. فانت بتبقى كصحافه الصحافه ما هي مهنتها الاساسيه هي يعني عندها هي مهنه نقل الاخبار ومراقبه المجتمع ومراقبه السلبيات والاشاره ليها وغيره. فانت بتنطلق من دورك في انك انت تكون جزء من عمليه الاصلاح اصلاح الساحه الفنيه وما يعلق بها. يعني احنا بنتاسى انه فنان كبير زي عبد الكريم الكابلي يرحل في الخارج السودان وانه كثير جدا من الفنانين الكبار الان هم ما موجودين وما قاعدين نترحم على اللي فارقونا دار الآخرة ونتمنى إن شاء الله يعني الموجودين هم يقدموا ويدخل أنا دار أقول لأستاذ خالد قبيل هو قال إنه يا أخي إحنا زمن انتهى طبعا كلمة واحدة لازم أقول طيب تفضل إنه قال في كثير من المجتمعات المحيطة بينه هم بيتنكروا لأدوار الفنانين ما زينا بس شكرا جميل إحنا حنديكم لأخير يا أستاذ خالد ماذا تقول فيه ورسالة لمن تعنوينها يا محمد تفضل أستاذ خالد في المجال انا حق اتكلم عن ما يليني من الحاجات الفنيه وكده انا اعتقد انه محتاجين بشكل جيد وسريع وعاجل انه نعمل مؤسسيه كامله لكل الادوار للمبدعين في السودان يجب ان يكون فيها الحد الادنى متوفر الحد الادنى في الحياه انه كيف تتم الرعايه الصحيه وكذلك بعض المعينات الموجوده في الحياه المبدع هو مطلوب منه يكون مبدع فقط ما أكثر وبالتالي لابد أنه تكون موجودة مؤسسية المؤسسية تستطيع أنها تجعل من الحياة سهولة وتجعل منها قدرة على التجويد وكذلك أنها توصل رسالة بشكل جيد. شكرا لك كثير الأستاذ والفنان والشاعر والملحن وأستاذ التنمية البشرية خالد إمام وعنوان ورسالة أخيرة لمن تكون يا محمد إبراهيم. والله رسالة أخيرة مع رسالة فنية ولا سياسية ولا شنو لك في يعني لك أن تقول فيها ما تشاء يمكن رسالة لأصدقائي في الشارع الآن نعم أبقوا الصمت يا سلام شكرا محمد إبراهيم الحاج صحفي والناقد الفني لك التحية ولضيوفي اللي كانوا موجودين معي شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان لكم تحية المساء من ظلال الأصيل نتمنى لكم قد وفقنا في تقديرها تحياتي وتحيات فريق العمل في أمان الله.